يا جماعة كذا مرة يحاول يسحبني الربع لكن ينقطع الحبل فجأة ينقطع الحين دبلناه لكن نقول إن شاء الله أنه يمدينا يا رب. أنا ما أدري إذا يمدينا نطلع اليوم ولا لا إلى هذه الدرجة. أوه الله يستر الله يستر. لا يا رجال إيش رأيكم أنها وصلتني لهذا المكان؟ والله أسألكم بالله صدق والله وصلت لهنا صدمة ما شاء الله. يلا بقلب في الليل ركز. والله ما ادري ايش اقول لكن الحمد لله اللي غرزنا في مكان زين زي كذا وقدامها الوجه الزينه الحمد لله. الخير على ذا الجو الزين. توضيح احنا مو مغرزين باطن السياره مغرز. شوف الجيب غرز شوف الجيب غرز ها عشان تعرفون شلون المكان وعر. شفت الوعارة هذه في الليل يمكن ما كان يبين. شوف شلون كان شوف شوف وعر والله اللي بيض الله وجه المرسيدس اللي ادخلت والله شلون ادخلت انا ماني عارف. لبى قلبك شوف شوف يلا يلا والله يلا يلا ما معنى حبل معنى جيوب بس ما معنى حبال. يسحبونا وإلى الآن ما طلعنا. شق النور وانتو عارفين احنا غرزنا في الليل. والله تعبنا خلاص تعبنا برد برد لبعد درجة خلاص صار عندي تبلد والله صار عندي تبلد. هذا الجيب الأول هذا الواير الثاني بعد الجيب الثاني. يا الله يا رب تطلع أنا. ها زين ان نقطع اهم شي طلعنا اهم شي طلعنا انقطع الحبل بس طلعنا الحمد لله. ووو. الحمد لله احاول ارجع شوي.